سنوات طويلة الناس فكرت إنه ما بنستعمل إلا قسم صغير من الدماغ والباقي بعده غامض. اللي هو مش مزبوط. بنستعمل كل الدماغ، كل شقفة من الدماغ عندها اختصاص. اليوم لما بنقدر هو والواحد عم بيغني أو عم بيقرأ شعر أو عم بيبتكر شيء، عم نقدر ناخد نعمل له MRI للدماغ أو PET scan، تقدر تفرجينا شو عم بصير بالدماغ بأي شيء عم نعمله، إن كان فيزيكال جسدي أو فكري أو عاطفي. ومنلاقي إنه كل الدماغ بيشتغل بكل الأوقات بطرق مختلفة. ما نخاف ونفتكر إنه واو بعد في شيء ما رح نكتشفه، خلينا نستعمل كل اللي عنا وما نخاف منه.